تعالوا مع بعض نطمن على الحالة المورية النهاردة. أخبارها هي الأحد، البداية الفعلية للأسبوع. معنا على الهاتف زميلنا صديقنا العزيز الأستاذ محمد صابر، محرر الشؤون المورية بالإذاعة المصرية. صباح الورد يا أستاذ محمد وتحياتي لحضرتك. أستاذ محمد صباح خير. خير أستاذ عاصم، أهلا بسيادتك. الصوت بعيد شوية يا أستاذ محمد، أستاذك بس تقرب مكان في الشبكة. اهلا يا استاذ عاصم، اهلا بحضرتك واهلا بالمشاهدين الكرام. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. من فضلك طمنا على الحاله المريه النهارده وتحديدا في الشوارع والمحاور الرئيسيه مع البدايه الفعليه الاسبوع النهارده الى احد. احنا في البدايه طبعا حابين نطمن سيادتك ونطمن الساده المشاهدين الكرام ان احنا في وصولنا هذه الساعه على وشك انتهاء من فتره الذروه الصباحيه، وبالتالي في خطه موضوعه من قبل الاداره العامه دي بالتنسيق مع الادارات العامه للامور المختلفه على مستوى الجمهوريه لاستعاد اكبر قدر من السيارات وتصفيه كافه الكثافات خلال هذه فتره الذروه الصباحيه. يمكن برضو حابب نطمن سيادتك ونطمن الساده المشاهدين الكرام ان احنا في غصون هذه الساعه خلاص على وشك الانتهاء من فتره الذروه الصباحيه. محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه، وكذلك ايضا المحافظات المجاوره بتقابلنا بعض الشيء فقط لا غير في نطاق المحافظات القليوبيه، تحديدا احد المحافظات المجاوره في نطاق الطريق الزراعي القادم من مناطق اليوم متجه الى مناطق متنمه ومتجه الى مدخل شبرا الخيمه. اما قطاعات الطرق الدائريه المؤديه لمداخل ومخارج القاهره الكبرى جميع محاورها ما زالت بتشهد انفراجه وانسيابه مروريه عدا اعلى منطقه القوس الغربي المتجه لمنزل الصحراء، وبتقابلنا بعض الشيء ده نتيجه الاعمال في هذه المنطقه وبعض الكثافات اللي زارت عندنا اعلى محور 26 يوليو عند منطقه نهيه القادم من اكتوبر والشيخ زايد ونازل على ميدان لبنان، عشان كده بيفضل ان احنا نسلك محور رود الفرج بيعمل بشكل طبيعي. نتجه ايضا لمحافظه الجيزه، محافظه الجيزه الاحجام النهارده بتتوافد فيها في منزل محور صفت القادم من اعلى منطقه الدائري ونازل على مناطق جامعه القاهره، بيفضل نسلك النهارده منزل محور احمد عرابي وشارع السودان امام محطه مترو الجامعه اللي جاي من اعلى كوبري فيصل ومتجه لمناطق المهندسين والدقي بعض الكثافات، بيفضل نسلك شارع الجامعه ومنه الى كوبري الدقي، ويبقى احنا كده ايضا خففنا الاحجام المريه عن نفق العجوزه اللي بيشهد بعض الاحجام اللي جاي ايضا من شارع مراد ومتجه لكورنيش العجوزه. بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في نطاق ميدان سفنكس اعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين، ده نتيجه الاعمال. هيفضل اللي خارج من الجيزه متجه للقاهره هنتجنب كوبري 15 مايو ويستخدم كافه الكباري الاخرى اللي ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه، نتجه للحركه المريه داخل محافظه القاهره وهنتجنب النهارده كورنيش النيل اللي جاي من مناطق المعادي ومتجه الى مناطق القصر العيني ووسط المدينه، ده نتيجه ان عندنا اعمال اسفل كوبري العاشر تحديدا واعمال توسعه. هيفضل اللي خارج من مناطق المعادي دلوقتي نسلك محور الاوتوسترات، ده هيكون افضل وبديل. مطلع كوبري 16 بيشهد بعض الاحجام المريه، بيفضل منطقه مجرى العيون، ده بيكون افضل وبديل. صلاح سالم النهارده الاحجام النهارده بتقابلنا للي جاي من الرحمن الرحيم ومتجه الى مناطق ارض المعارض، والاتجاه الاخر بعض الكثافات المريه، عشان كده هيفضل محور النصر بيعمل بشكل طبيعي. تمام. بالنسبه لي اعلى كوبري اكتوبر وخاصه اعلى منطقه الوسط المعلقه ما زالت حتى الان الاحجام المريه عندنا فيها مرتفعه نسبيا، بيفضل اللي خارج دلوقتي من مناطق مدينه نصر ومتجه لكوبري اكتوبر نسلك النهارده محور جيهان السادات، ده هيكون افضل وبديل، او اللي خارج من مناطق مصر الجديده هنروح نستخدم النهارده محور روكس الجديد، ده اللي بينقل الحركه المريه من مناطق مصر الجديده من ميدان روكسي وصولا لمطلع كوبري اكتوبر من رمسيس، يبقى احنا كده خففنا كافه الاحجام المريه اعلى كوبري اكتوبر من مناطق الوصله المعلقه. بالنسبه لي استاذ محمد، طيب انا بشكرك جدا زميلنا وصديقنا العزيز الاستاذ محمد صابر محرر الشؤون المرورية بالاذاعه المصريه على هذا التقرير المفصل المتعلق بالحاله المروريه. كمان بنناشد حضراتكم يا ريت نحرص دائما على الاتباع الخاص بالارشادات والقواعد المروريه. يمكن دلوقتي الحمد لله رب العالمين عندنا
كلنا علم بهذه القواعد والإرشادات المرية، كمان كافة الطرق والمحاور مراقبة بالرادارات وكاميرات المراقبة اللي هدفها في المقام الأول الحفاظ على سلامة حضرتك عشان تجبرنا نحن نلتزم بالسرعة المقررة. ولازم قبل ما تجبرنا القوانين وتجبرنا الكاميرات والرادارات لازم يجبرنا ضميرنا ولازم يجبرنا حرصنا على أنفسنا حتى نصل إن شاء الله لمرادنا بكل سلامة ويسر. ربنا حافظ علينا جميعا بإذن الرحمن.